زينب حبيبه، صار في نوع من الفن جديد دارج ومكسر الدنيا، مفتخرين فيه. انا شخصيا نحبه. الزنقاوي. الزنقاوي الزنقاوي اللي غنيه موح ميلانو، يغنوه كذا فنان باليرمو. جليل باليرمو اللي نوجه لهم تحيه كبيره. حبيت نسالك، هل انت فكرتي مثلا في الفيتشورينغ اللي هو ولا نوعا ما ديو؟ زمان كانوا يسموه ديو والان صار يتسمى فيتشورينغ، انك انت تغني الطابع تاعك لكن في نفس الاغنيه تدخلي يعني مع فنان اخر يغني هو الطابع تاعو. صاروا يعملوه مثلا للانتشار اكثر ولا نوع ما انتم تعرفوا الفنانات تقولوا لنا موضه فن جديد ممكن؟ هل فكرتي تعملي هذا النوع من الفيتشورينغ؟ ولو كان تعملي ديو مع واحد فنان زنقاوي، هل راح تختاري موح ميلانو ولا جليل باليرمو؟ ولا غير ما نقدرش نخير بيناتهم، واللي يجي ما نقولوش لا باسكو في زوج يسون تخي فوزي ما شاء الله دايرين حاله وغناهم كامل الشباب ونقي ونقدروا كامل نسمعوهم مع اولادنا في طوموبيل بارتون. انا اساسا انا ولدي تعلم العربيه من الغناء تاع موح ميلانو وجليل باليرمو بصراحه، يعني طول الوقت في السياره. يلا حبينا نسقسوا زينب، وشنو هو جديد؟ كاين جديد خدمته مع حسين بن قرنه، نوجه له تحيه. والكاتب الكلمات هو صديقنا من المغرب الشقيق عبد الحق عياد. سي تانجان يكتب مليح كلمات، طالي الكلمات من عنده بكل صدر رحب فوالا. دونك تعجبني هاد المعامله في الفن، كي تكون هكا مساعدات اون بليس. هو ماشي من عندنا، راهو من المغرب الشقيق صافي، باش نتوشيو هكا شويه المغرب العربي. فوالا المغرب العربي. دونك قلت لك خدمتها مع حسين بن قرنه، هو لارونجور. هذا هو جديد.